حريق بفندق سياحي شهير بالممشى السياحي بالغردقة. خبر بيقول شهد أحد الفنادق السياحية الشهيرة بمنطقة الممشى السياحي بالغردقة مساء اليوم الاثنين اندلاع حريق بأحد مباني الفندق، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه وإخماده، كما انتقلت سيارات الإسعاف. تلقى اللواء محيي سلامة مدير الأمن إخطار بالحريق، وانتقلت القيادات الأمنية لموقع الحريق للمتابعة، ولم يتم الإعلان عن أسباب الحريق ووجود خسائر بشرية من عدمه.